واكد لكم في المباراة الثانية يا لد. طبعا ما فصل بعد ما فصل علينا في المباراة الأولى وانتهت 2-1 xd4everxd. طب المباراة دي رجعت لكم بخك والله القطة رهيبة والله القطة رهيبة. شوف السحب كيف, شوف الجول كيف, شوف الجول كيف. لا اي اي روح بس روح الله عليك. يمشي يمشي يمشي. لا لا اسقعت في الحوز ولد حوزك ما تغذج وانس قاعد فيه هو. جد لا روح يا كابتن روح 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 ما ادراك بتشوت. يلا مالي مالي لا لا تشو انت شط يعني لازم ابراهيم و... يا اخي يا اخي ايش في التساهل معايا يا اخي طيب حمو مو كمان دايما شيء كويس بيصلحكم بعد. لا شوت لا بوتينك الله لا كومباني ابلع ابلع. شوف اللي صلحها تبلك تبلك امشي بس انت تزحلق اسحب فيك اكمل تحلق راسك انت الله او يس يس اوفا اكن هاد لا لو لك مكملها لا عشان ما غدي لا اشوا كابتن احيا وين لا اشوا الله عليك لا الله شو الله خليها قص خليها خليها شوف شلون شوته والله هذا حارسك ولا يصدها الله عليك الله عليك لا تطيع والله عايشوا والله يا ماسك كم من ساعة قطع بيك بس انا جواتك انت كافو لا عاد احلى وكانت هنا طفيت بيني وبينه
طبعا كذا وصلنا لنهاية الحلقة، ولا تنسوا لايك واشتراك في القناة. كان معكم اخوكم حمودي وxd4everxd. مع السلامة، سلام.